صباحكم الخير. اليوم الأحد 12 آب أغسطس. اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج العذراء، والجو اليوم صار أفضل للأبراج الترابية مواليد برج الثور ومواليد برج العذراء وكذلك مواليد برج الجدي. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، يمكن ما يكون هيدا نهار بترتاح فيه قد ما ارتحت باليومين اللي مرقوا، اللي هيدا نهار رح بتلاقي انه فعلا العيلة والولاد والامور الخاصة هي اللي عم بتشغلك، تحس حالك انك عم تركض بس لحتى تلبي طلبات الاخرين لانه الناس عزيزين على قلبك. جميع الاحوال الشغل اللي بتقوم فيه اليوم سواء كان بخصك او له علاقة بالاخرين رح بيكون جيد جدا. الاكثر حظا 19 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار بيطمن لك بالك بعد ما مرقوا يومين ويمكن حتى صار لك أسبوع تقريبا عتلين هم. اليوم نهار بيطمن البال، اليوم نهار في انفراجات، اليوم نهار في فرحة، اليوم نهار تقدر تقضيه بشكل حلو مبسوط مرتاح مع عائلتك مع أولادك أو حتى بشغلك. اليوم نهار في تعاطف معك والأخبار رح بتكون سارة بشكل خاص عند مواليد شهر نيسان أبريل وأيضا 10 و11 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء بيحس بتعب كل الأسبوع اللي مرق، وبيطلع عباله أنه شغله يكون خفيف. يمكن معك حق، حان الوقت لحتى تخفف على حالك سواء كنت بالشغل بالمكتب أو بالبيت. ليش؟ لأنه أصلا منه لحاله هيدا نهار رح يقدم لك أو رح يوصل لك مسؤوليات وأعباء بتخصك أو بتخص العائلة. بتضل الأكثر حظا 26 و27 أيار مايو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان انهار سريع، انهار ما بتهدى فيه، انهار بتحكي فيه كتير أو بتكتب فيه كتير لأنه عندك أفكار غزيرة، أفكار قوية، أفكار ذكية. هيدا نهار ممتاز لحتى تكون مع أشخاص تعتبرهم منافسين لإلك وحابب أنك تبين أو تتميز. نهار ممتاز أيضا للزيارات للامتحانات وأيضا للتنقلات إذا أنت بإجازة. الأكثر حظا بعد 6-7 و8 تموز يوليو. بكمل مع برج الأسد. بتكمل الأمور عندك بشكل جيد، بشكل طبيعي وأفضل من طبيعي. مولود برج الأسد تتقدم أنت بشكل سريع جدا. القمر الجديد باليومين اللي مرقوا ساعدوك، عطيوك الضوء الأخضر، لكن ضوء أخضر لامع وبراق وقوي لأنه نيومون ببرشك هو مرة بالسنة بتكون. كل شهر في عنا نيومون، لكن مرة واحدة بالسنة بيكون نيومون ببرجنا. فامبارح وأول امبارح كان عند برج الأسد، وبالتالي كأن سنة جديدة ناطرتك وكأنه كتاب جديد بدك تكتبه. انطلق اليوم، الانطلاقة مطلوبة منك. امبارح وأول امبارح كنت ناطر الأجوبة، اليوم مطلوب منك الانطلاق. الأنشط والأقوى هو مولود 11 و12 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. يعني كان زعلان مولود برج العذراء الجمعة والسبت، زعلان عتلين هم، لكن كانت فترة انتقالية لا بأس بها لتوصل لليوم. اليوم مرحلة كتير مهمة، اليوم مرحلة عم تودع فيها ماضي معين. ما عم بحكي عن الماضي كله، عم بحكي عن ماضي معين، يمكن علاقة، يمكن جامعة، يمكن مدرسة، يمكن بيت. في انطلاق لمسألة جديدة، لصفحة جديدة، وتقريبا خلال 4 أسابيع بتكون انطلقت بقوة بمكان آخر أو بمسار جديد. فحضر حالك لهالانطلاقة من اليوم وحاول تتحرك بطريقة صحيحة، مهد لها واشتغل عليها. الأكثر حظا بالتأكيد مواليد شهر آب أغسطس، تحديدا 25-28 آب. بنتقل لبرج الميزان. اليوم مولود برج الميزان يمكن يتذمر ويشتكي من قلة الحظوظ أو من بطء سير الأمور، ومع كل الحق. حاول ما تحط حالك تحت عبء أو ضغط زمني، لأنه الزمن عندك هلأ كأنه واقف أو ماشي سلو موشن. اليوم وبكرة ترك الأمور المهمة للتلاتة أو الأربعة. اليوم نهار ما رح يعطيك حقك، إذا عجلت يمكن ياخد منك. انتبه من المشاكل، انتبه من الالتباسات بالسفر وبجميع المواعيد. بيضل الحظ حلو لأنه كوكب الزهرة عندك إذا كنت من مواليد 29 و30 سبتمبر. بكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم الضغط أخف من امبارح. اليوم الضغوط جيدة لا بأس بها،
لأنه الضغوط يمكن هي لحتى توقف على أجريك من بعد ما كانت الضغوط صعبة تحت تأثير الكسوف. اليوم في ناس يمكن تعزمك، بتغير جو معها، بتنبسط معها، بتظهر معهم، يمكن تكون العائلة مش ضروري ناس كتير، يمكن أنت أصدقاء لك، يمكن يكونوا إخواتك، القزنز، أولاد العم، الأهل، الأقارب، ما بتفرق. المهم اليوم نهار جيد بتعوض فيه عن تعب وقلق وبترجع بتستعيد التفاؤل. 6 7 و8 نوفمبر الأكثر حظا. منتقل لبرج القوس. مولود برج القوس نهار بترجع بتحس انه اوكي تسلينا، انبسطنا، رجعنا للامر الواقع. اليوم مولود برج القوس مطلوب منك انك تكون قد حالك، أبضاي. الجو العام كثير ايجابي، الكل ناطرك، ناطر اداء منك، وللحقيقه الكل ناطر اداء ممتاز، وما عندك اي عذر لحتى ما يكون اليوم شغلك او مسؤوليتك بدك تقدمها ممتازه. الجو فعلا مناسب لحتى اذا عم تشتغل تروح على لقاءات، على اجتماعات، ما تخاف منها، شرط واحد انك تكون جاهز والا يمكن تخسر. الاكثر حظا 11 12 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. نهار حلو لمولود برج الجدي لانه في حظ بغير المعطيات اللي انت هلا موجود فيها واللي اصلا انت واقع فيها تقريبا نهار الاحد الماضي، يعني تقريبا عندك 8 ايام ما كانوا سهلين، اليوم فيهم انفراج. اليوم تضحك من كل قلبك، بتنبسط، اليوم بتهيص، اليوم بتحتفل، نهار جيد جدا لتقوي قلبك ولتاخذ خطوه او قرار. 24 23 24 ديسمبر بعده الاكثر حظا، ويمكن حتى جميع مواليد ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو تابع الامور بدقه بتفاصيلها. اخطاء كبيره يمكن صارت الجمعه والسبت، اليوم مطلوب منك تصححها وترجع ترد الامور لمجراها الطبيعي. يمكن زعلت، يمكن وصلت اليوم لليوم بخطا بخلاف، مطلوب منك ترجع توقف على اجريك وتشغل شويه مرونه ودبلوماسيه، وضلك حذر جدا من السرعه من المشاكل. 20 و21 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت ما تنزع كل نجاحات وكل شغل الاسبوع بلحظه زعل او بكلمه او بملاحظه او بانتقاد معين. اليوم نهار متقلب، يمكن ما تكون رايق فيه، يمكن تزعل بسرعه من احبائك ومن الغرب. نهار بينعمل فيه مشكل، بيظهر المشكل، بيتحداك، يمكن انت رايق ما عم تتدخل بحدا، لكن يمكن المشكل يدور عليك. بجميع الاحوال بعد عن المشاكل، كبر عقلك، كبر عقلك وخلي النهار يمرق بسلام. الاكثر توترا مواليد شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم بعتبرها سنه حلوه، هيدي السنه يمكن تحمل لك ربح، مكسب، نجاح جامعي، دراسي، يمكن اجتماعيا بتتعرف على ناس بتعتبرهم انه رح بيكونوا اصدقاء لك. هيدي السنه جيده جدا، بتمكنك وبتقويك بكفاءاتك وبمعلوماتك. اب اغسطس ديسمبر ونيسان ابريل هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي.